متأسفة، حنان مخطوبة لابن خالتها وهيتجوزه قريب. كلام ايه ده يا ست هاني؟ افتكري كويس، جايز تكوني ناسي ولا مش واخده بالك؟ انت مش نورمال يا سيدنا الافندي. طب ممكن اقابل البيه؟ انا البيه، الكلمة هنا كلمتي والشهرة شهرتي. لا يا فندم، انا قصدي اقول يعني راجل البيت، اصل لا مؤاخذة عندنا في البلد الرجال قوامون على النساء. الله مسيكو ميك، اما مصيبه والله، انت جاي هنا تديني حكم ومواعظ؟ بالهداوه يا فندم، بالهداوه. اتفضل. وان شاء الله لما اعاود المره الجايه اجيب لك بقيه الحساب. ومستعجل ليه؟ ويعني الدنيا طارق؟ استاذن انا بقى. لا مش معقول تسافر في وقت زي ده، انت لازم تبات معانا. ياه دي كانت مسعده امها، يخربط الدنيا خربير. حكيم انا جاي لهم لازم اعود الليله، يبقى لازم اعود الليله. ان شاء الله المره الجايه تجيبهم معاك. عن قريب ان شاء الله، عشان بدنا نزور مسعده الاولياء الله الصالحين، يمكن ربنا يفك عقدتها ويبعت لها عريس زين. بالمناسبه روح شوف المصيبه اللي في الصالون وانا وصل الحاج. عن اذنك يا حاج. أنست وشرف. الله يشرفك دارك يا بيه. مع السلامة. أنست وشرف. الله يخليك يا سهاني. ما تبقوش تغيبوا علينا. لا ما نغيبش، كلتها يوم ولا اتنين واجيب مسعدة وأمها زي ما اتفقنا. يا مرحبا يا مرحبا. الله يرحمك. مع السلامة. الله يسلمك. ما قلتليش يا ابني بتشتغل إيه؟ أنا مهندس معماري. كده؟ ما فيش لزوم للسؤال يا فهمي، ما دام البنت مخطوبة. يا ستي من باب العلم بالشيء. على اسلوبك. لحظة، ما قلتليش بتشتغل فين؟ فهمي ستروه ستروه خالص. يعني هو السؤال منه ضرر؟ مفيش لزوم للسؤال، اسحب سؤالك. ها؟ ليه؟ احنا في محكمة؟ سحبناه. على كل يا ابني انت مش مضطر انك تقول لي الا اذا كنت مصر. في شركة المقاولات العربية. شفتي بقى؟ اهو مصر. فهمي ما تعطلش الاستاذ اكتر من كده. انشانتي وافوار. السلام عليكم. عشان طلعوا رفاع. والله باين عليه ولد كويس وابن حلال. العشاء جاهز. ماليش نفس. يعني ايه مالكش نفس؟ ما عنديش نفس يعني ما عنديش نفس. ايه عاوزه تتدخلي في معدتي كمان؟ مصراني الغليظ عنده تخلص. بيقول لي الواد ده اكيد له شغلانه تاني. اسمع سامي. انا نويت اتصرف. عايز تعمل ايه؟ بدل ما انا وحنان بنحب بعض يستحيل اسمح لاي حد يقف في طريقنا. كلام كويس، بس ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا هعمل عمايل، هسوي الهوايل، ده انا والله ما انا عارف اعمل ايه يا اخي. بيها ونتجوز بعيد في اي حته. ايه رايك؟ اوه عظيم عظيم يا بطل. مش كده؟ هتخطفها ازاي؟ هبعت البلد اجيب اتنين من رجالتنا اللي ياكلوا الزلط. حكم انت ما تعرفش الاصناف اللي في عيلتنا. هيعملوا ايه بقى رجالتكم دول؟ هيطبوا عليها وهي في اوضه النوم ويسرقوها. غلط غلط. اوعى اوعى يا مسكين، لا يحصل لك زي اللي حصل للمعلم صابر بتاع اسكندريه. معلم صابر مين؟ واحد صاحبي ما تعرفوش، لما حماته وقفت في طريقه وما رضيتش تجوزه بنتها قرر انه يخطف البنت ويتجوزها، واجر اتنين من اللي ياكلوا الزلط زي اللي انت عايز تجيبهم. انا